في الساعات الأولى من فجر اليوم بتوقيت القاهرة على هامش فعاليات القمة الأفريقية الأمريكية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية. أكد سيادة الرئيس أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي، وتنظر مصر لهذا الارتباط باعتباره أمن قومي، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية، وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق أي ضرر. أيضا شارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور كل من سوزان كلارك الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية وجون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة لرؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية. كمان كان في عدد من الأنشطة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش طبعا فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن، منها استقبال السيناتور لينسي جرام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب سيادته عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين. وقال السيد الرئيس أن مصر حريصة على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك. في نفس السياق أيضا استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بواشنطن عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، وقال سيادته أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. قال كمان أن مصر هتظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. أيضا التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأكد سيادته على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن وتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى سيادته برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي. اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنفي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة وسيغير تماماً من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.